نازلين النهارده علشان نجيب حق اخواتنا الطلاب اللي سجنوا كلنا السنه دي، وكل يوم بيتاخدوا طلاب. يعني مش معقول ابدا طالب يبقى ارهابي. يعني هم اساسا اللي صنعوا الارهاب وهم اللي اختاروا. مش هينفع ابدا. واحنا كل يوم اقول للسيسي ما تحلمش انك تطولها يا سيسي، مش هنسيبها لك، ومش هنسيبها عسكريه ابدا. احنا اخترنا رئيس، والرئيس ده من حقنا ان احنا نكمل معاه حتى لو هو مش عاجبنا. لازم ياخد مدته الاول. مش هنمشي من هنا غير لما الرئيس يرجع ولما الطلاب المحبوسين يطلعوا.